محاولات للتعويض، محمد هلال ولا محمد فتحي؟ محمد فتحي شكله واخد الوضع، لا بعد خلاص، اذا هو محمد هلال يلعبها. لا يا ولد، روعه روعه روعه، الموهبه المتفجره محمد هلال، وهدف اخر جمال، روعه روعه، بكوره ثابته من خارج حدود منطقه الجزاء يعديها من الحيطة ويركنها في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى جنش ويتعادل سريعا. فيوتشر ملحقش يفرح بتقدمه، 120 ثانية فقط كانت كافية لمحمد هلال انه يعادل النتيجة ويعيد المباراة الى نقطة التعادل من جديد. عدنا الى نقطة البداية، عدنا إلى نقطة التعادل، لكنه تعادل إيجابي. قلنا لو حتى هيبقى فيه تعادل ما يبقاش سلبي، الحمد لله وشفنا.